أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة رحلة. هي في الحقيقة رحلتين إلى جنوب تايلاند التي أصبحت من الذاكرة، نتقصى فيها على أحوال المسلمين هناك. الرحلة الأولى عام 1985 والثانية عام 2008. يعيش معظم مسلمي تايلاند في الجنوب في منطقة فطاني الواقعة ما بين تايلاند وماليزيا. يرجع أصولهم إلى قوميات ذات أصول ملاوية، والمسلمين الأوائل من التجار العرب والهنود الذين وصلوا في القرن الثاني عشر الميلادي. دخل الإسلام إلى مملكة فطاني عن طريق الداعية صفي الدين سعيد. حكم المسلمون مملكة فطاني في القرن الخامس عشر الميلادي. المسلمون في الجنوب يعيشون حياة بسيطة، ولهم هامش من الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وتكثر فيها المساجد المبنية على الطراز الملاوي والصيني، وتمتاز بفن معماري أصيل. كانت رحلتنا في شهر رمضان، قمنا بزيارة لأحد المساجد في المدينة. يعتكف أهل المدينة في المسجد خلال العشر الأخيرة من رمضان، فيأتون بأمتعتهم وفرشهم ويقضون لياليهم في الصلاة وقراءة القرآن، حيث لا يخرجون إلا لقضاء حاجات مهمة. مسجد وادي الحسين التاريخي، وهو أحد أقدم 7 مساجد في تايلاند، بني في العام 1724 ميلادي على يد مسلم من النسب الهاشمي كان يسمى بوان حسين، وتم بناؤه من الخشب على غرار البيوت القديمة في تايلاند. وخلف المسجد توجد مقبرة للمسلمين.
معظم سكان منطقة فطاني يعملون في زراعة أشجار المطاط وصيد الأسماك. والمطاط عبارة عن عصارة بيضاء تستخرج من أشجار المطاط، ويستخدم المطاط في الكثير من الصناعات. ما زال السكان المحليون يزرعون الأشجار ويقومون بجمع عصارة المطاط بالطرق اليدوية في قشور جوز الهند. خرجنا في رحلة إلى الغابات، حيث الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة.